وصلنا لمحطتنا الثانية، وانتشر استخدام الانترنت بحياتنا بشكل غير مسبوق، ووجوده بكل بيت بات أمر أساسي. لكن هي الضرورة الملحة أمام هذا العالم الافتراضي الواسع الخارج عن الضوابط، أصبح السؤال المطروح: كيف يمكن للأهل أن يسيطروا اتجاه ما قد يدخل في اهتمام أطفالهم خلال التصفح على الشبكات؟ ويبدأ السؤال: كيف يمكن أن أحمي أطفالي من مخاطر الإنترنت؟ والجواب اليوم رح يكون عبر تقنيات ممكن يستفيد منها الأهل. هذا الشيء رح نتعرف عليه مع ضيفنا بالاستوديو خبير التكنولوجيا مهندس المعلوماتية الأستاذ طلال شرابي. سعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. سعد صباحك. أهلا وسهلا. سعد صباحك. يمكن حكينا بالمقدمة شيء كتير مهم اليوم في ظل يمكن غزو الإنترنت لعالمنا بشكل كتير كبير، ومع الحظر نوعا ما اللي كان سابقا والالتزام بالمنزل لفترات طويلة صار استخدامه مضاعف. صحيح. بشكل كتير كبير. اليوم لكل أم يمكن السؤال يومي أنه أنا بعاني من أنه أطفالي دائما بيقعدوا على اليوتيوب ماسكين التابات عم يقعدوا أوقات طويلة. صح. لا أحمي أنا طفلي اليوم من كتير من الأخطار اللي بيتعرض لها عبر الإنترنت، كيف فيني أحمي؟ يعني شفنا كتير من التفاصيل بيقول لك أنه في تحدد التصفح فيك، ومع ذلك الولد بيكون أذكى من هيك وبيقدر يجتاز. صحيح. هي النقطة. الحقيقة اليوم وسائل التواصل الاجتماعي صارت يعني سهلة المنال للجميع. صحيح. سواء الصغار أو الكبار، والصغار قبل الكبار. الحقيقة المشكلة اللي حضرتك طرحتيها هي مشكلة حقيقة كتير حساسة، واليوم ما فينا نحن نفرض على الأهل حلول تقنية بحتة، لأنه اليوم مو كل الناس عندها الخلفية التقنية اللي بتأهلها تفوت بهذا الموضوع. صحيح. فلذلك الحل دائما نحن نقترحه هو حل ذو شقين، شق تقني وشق اجتماعي. بالدرجة الأولى الحل الاجتماعي أو العائلي هو الحل الأمثل أو الأقوى الحقيقة من الحلول التقنية، لسبب أنه اليوم بدي أزرع بيني وبين ابني أو بنتي اليوم مجال من الثقة، بحيث أنه هي تشاركني حياتها الاجتماعية الافتراضية. لأنه اليوم للأسف الحياة الافتراضية عم تشكل شخصية الولد من أول ما يبلش يفتح الإنترنت ويتفرج على وسائل التواصل حتى ما يتخرج من الجامعة. فلذلك اليوم أنا دائما بدي أخلق نوع من الثقة المتبادلة بيني وبين الأطفال أو الأولاد بشكل عام، بحيث انه دائما هو يشاركني شو عم يصير معه على التواصل الاجتماعي. لانه اليوم مثل ما بتعرفي بمجرد ما يكبر شوي، اذا انا بدي ضل حاطه تحت المراقبه اللصيقه اليوم حيروح يعمل حسابات افتراضيه اخرى بدون ما تعرفي فيه. صحيح. فلذلك اليوم اول شغله، اهم شغله دائما بندعو انه اليوم يكون في نوع من الثقه المتبادله، ودائما نقاشات مفتوحه تكون بين الاهل والطفل قد ما كان عمره اليوم، شو شاف على التواصل الاجتماعي، شو اللي شيء اثار انتباهه. هلا بمراحل تانية كمان مشان ما يحس حاله انه هو كمان مراقبة لصيقة، ممكن نحن من فترة لأخرى نقعد معه نتصفح الانترنت، نشاركه آراءه، شو عم تدور، شو رأيك نشوف هي، شو رأيك نشوف هي. هذا بالوضع الطبيعي، ولكن في بعض خليني أقول المناشير اللي بيتعرض لها الأطفال. صحيح. أو حتى الكبار. صح. من دون ما يكونوا على رغبة للتعرض فيها. كلياتنا بنعرف حاليا. صحيح. الإعلانات التجارية اللي ممكن تمرق على الإنترنت واللي فيها أحيانا. صحيح. أشياء إباحية. صحيح. اليوم أنا بدي أسألك باعتبارك حضرتك مهندس، ندخل أكثر بالتفاصيل، شو هي البرامج والتقنيات اللي ممكن تساعدنا لتجنب التعرض لهي النوعية من المشاهدات؟ هلا اليوم والله الحقيقة من أهم أنواع التقنيات إن صح التعبير، اليوم بتصور نسبة 70 إلى 80% كل العالم معها موبايلات اللي بتشغل نظام الأندرويد. اليوم نظام الأندرويد هو أحد مخرجات شركة جوجل للتقنية وتطوير المنتجات البرمجية. اليوم شركة جوجل الحقيقة بتقدم خدمة كتير مميزة، إنه أنا اليوم فيني كرب عائلة أو كربة منزل الحساب تبعي فيني أضيف عليه أفراد عائلتي، بحيث انه هذا الحساب انا صار فيني اتحكم بالاماكن، حساب جوجل الاساسي، حساب الجوجل الاساسي اللي بعمل كرييت انا عليه او انشاء على موبايلات الاطفال او تابلت الاطفال. اذا كان هذا الطفل واعي وقادر هو عنده اكاونت تبعه لحاله، هذا فيني اضيفه للمجموعه تبعي. واذا كان لا، انا اليوم كوالد او والدة انا عم ساوي هذا الاكاونت، فيني اساسا احطه تحت ضمن المجموعه. هلا ضمن هاي التقنيات اليوم فيني انا اتحكم بساعات تصفح الانترنت، فيني اتحكم بالاماكن اللي بيزورها الطفل، وفيني شوف شو عم يسوي، فيني انا بنفس الوقت شوف هو شو عم بيساوي. هلا اليوم كمان الحقيقه مو بس جوجل، اليوم الحقيقه كمان جوجل، وفي شركه احد الشركات الروسيه اللي اسمها ياندكس كمان نفس الموضوع عم تقوم
بنوع من خلينا نقول سيرفي اونلاين بشكل مستمر للاهل. اذا مثلا شفت هذا الموقع خبرنا عنه، اذا شفت هذا الاعلان خبرنا عنه. بالاضافه الى انه صار اليوم بيعطوك خيارات، انه انت اليوم تختاري شو يشوف، انه هذا مثلا اليوم احد الامثله في عنا اليوم احنا يوتيوب فور كيدز. اليوم يوتيوب فور كيدز هو اصلا المحتوى تبعه يدور مضبوط 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 ويدور في فلك الاطفال من عمر خلينا نقول 3 4 سنين الى عمر المراهقه. فلذلك هذا الموضوع كمان كثير مهم. هلا اليوم اذا نحن بدنا نفوت بعالم تقني اكثر خلينا نقول اليوم الحقيقه بتصور شركات الانترنت اليوم اللي عم تعطيكي مزود خدمه الانترنت بالبيت. اليوم الحمد لله صار في بلد اكثر من مزود بيقدر يزودك ب خلينا نقول برمجيات الحمايه اللي هي بتتنصب بشكل تلقائي على خدمه الانترنت. فبالتالي هو لحاله بصير بيعمل فلتره وترشيح لكل المواقع اللي قد تكون مثل ما حضرتك تفضلتي ذات يعني محتوى قد يكون اباحي او ممكن يكون نصب، نوع من النصب الالكتروني اللي بتعرض له كثير ناس منه. يعني مثلا ممكن يجي حدا اليوم يدعي شخصيه معينه امام هذا الطفل ويساله اسئله معينه يحصل عليها على معلومات حساسه قد تؤدي الى مثلا سرقه البيت، سرقه المنزل، سرقه المكتب، او الحصول على معلومات لها علاقه بالشراء عبر الانترنت، او كل هالامور هاي اللي ممكن تؤدي الى مشاكل اجتماعيه. لذلك اليوم انا برجع باكد اليوم الحل هو حل تقني وحل اجتماعي، ما فينا نفرقهم بين بعضهم. لانه اذا انا اليوم تقني دائما ما حدك تفضلتي اليوم كل ما كبر الطفل او نحن اليوم كل ما عم تقدم جيل ان صح التعبير اليوم الاجيال عم تطلع اذكى من الاجيال صحيح اللي فبالتالي انا اليوم ما فيني بشكل مستمر اعتمد فقط على التقنيه، لانه دائما التقنيه هي نقطه مهمه يعني لها ورك اراوند. والمشكله الطفل يتجاوز اهله، يعني التطور التقني والتكنولوجي اللي عم نعيشه اليوم بيكون الطفل عم يتجاوز اهله بمراحل. لهيك عم قلت نقطه مهمه، لانه في كثير من الناس ما هي يعني على اطلاع كامل بهي التكنولوجيا، فالطفل بيكون اذكى منهم بيتجاوزهم. يعني احيانا بتقعد انت مع اولاد اخواتك تلاقي ماسك الموبايل ضغري هيك كبستين نزل لك برنامج وقال لك هذا، بيقعد بيناقشك هون بنفس الوقت. قلت في ثقه متبادله وهي دور الاهل، يعني هي الوعي دور الاهل. بس انا لا اقدر اكون نوعا ما ضابطه اطفالي وما عندي اطلاع كامل على التكنولوجيا، شو فيني اسوي تقنيا؟ يعني في برامج مخصصه بنزلها هي ما بدها متابعها، خلص بينزل على موبايله وخلص، ما فيني انا اكون بشكل يومي او مستمر، لانه تقنيا مو كل الناس بتفهم بهيدا الاختصاص. هلا اليوم الحقيقه يعني هي البرمجيات اللي عم نحكي عليها اليوم، صار في عنا اليوم معظم شركات خلينا نسميها الحين سايبر سيكيورتي او الامن السايبري اللي هو اليوم بيوفر حمايه امن المعلومات على شبكه الانترنت الواسعه، اليوم صار عم يقدموا خدمات متعدده بهذا المجال. بمعنى اليوم انا لما بشتري مثلا نوع من البرمجيات الخاصه مثل الانتي فايروس او هي الامور، صاروا عم بيعرضوا علينا اليوم خدمات، انه انت اليوم اذا عندك عائله فهي البرمجيه تلقائيا خدها نزلها عندك على موبايلك على لابتوبك تتحكم بآليه دخول الانترنت. اثنين الشيء المهم انا اليوم في اصلا في بعض البرمجيات صارت اليوم هي بشكل تلقائي بتعطيكي اشعارات ان صح التعبير. هي الاشعارات مثلا اذا ما بدها كثير حدا يكون يعني تقني، مجرد هو برنامج انا بكون عند الاهل ونازل على تابلت او موبايل الطفل بيعطيني اشعار انه الطفل مثلا هلا فات على الانترنت، الطفل عم يتصفح هلا كذا، الطفل عم يساوي كذا. هلا هذا الموضوع ليش طلع حقيقه؟ لانه اليوم كثير مرات انت بيكون الطفل ماسك عم يتفرج عم يساوي، مجرد ما يشوف حدا فات على الغرفه او شاف خلينا نقول حدا من الراشدين فورا بيعمل كلوز او بيطلع. فانت اليوم اللي ما عنده خبره بيقعد يفتح يشوف الهيستوري او تاريخ البراوزنج اللي سواه على الانترنت، ما بيعرف شو عم بيصير. فصارت اليوم لا في عندي انا اليوم وسائل موجهه للناس الغير تقنيه، تمام؟ بحيث انه هي اساسا ما بيحس عليها الولد انه موجوده على التابلت تبعه. وبنفس الوقت هي موجوده بتكون على موبايل الاهل او موجوده على تابلت الاهل بحيث يشوف التفاصيل شو عم يصير هلا بلحظه دخولها للانترنت. الشغله اللي بدي اكد عليها اليوم كمان انه اليوم حتى هي النوع من البرمجيات واللي هي احد حكينا عليها بالبدايه اللي هي بتقدمها شركه جوجل مثلا، اليوم صارت تعطيني صلاحيات للتحكم بوقت استخدام الانترنت. يعني انا اليوم بسمح له يفوت على الانترنت مثلا بين الساعه 9 للساعه 11 صباحا مثلا، برجع انا اليوم بوقف الانترنت. فهو اليوم شو ما عمل قد ما حاول يتذاكى ما بيقدر يفوت على الانترنت، لانه
صارت اليوم الأمور الأمنية أقوى من أنه هو يلتف عليها بهذا العمر أو بأعمار متقدمة. فهدول الحقيقة اليوم خلينا نسميها الفاميلي سيكيورتي اللي عم تقوم فيها شركة جوجل وياندكس وحتى اليوم مايكروسوفت عم تفوت بهذا المجال. يعني فينا نقول تكنولوجيا خففت التكنولوجيا نفسها أو راقبت حالها، يعني صح. قدمت هاي الوسائل. بختام حديثنا لليوم بدنا نتشكر وجودك معنا وعلى كل المعلومات التقنية اللي عطيتنا إياها لليوم لكل الأهل اللي عندهم أطفال من أعمار مختلفة أو مراهقين يستفيدوا منها. شكرا لك. أهلا وسهلا. نتشكرك أكيد الأستاذ طلال شرابي مهندس المعلوماتية على وجودك معنا. شكرا كثير لك. الشكر لك. شكرا.